هاي السيارة مظللة حتى الجامة الأمامية. نعم سيد. سيارة كوريلا يعني يا موديلها نانو كوريلا 24 مو 22 أخو هي. تمام 22 زين هاي حتى الجامة الأمامية. تعال بالله تعال بس خذ هاي الجامة حتى الجامة الأمامية مظللة هذه هذه حجز صح؟ أكيد سيد ماكو هاي باجاته تمام والسنوية ما تمام مكتوب بها مظلل اساسا ويدعي هسه الساعه بالوحدة ونص بالليل رايح يشيل التظليل مالتها لما نلزموه فاجراءاتكم وياه تمام ذني كلن التوجيهات انه ينحزن تمام سيدي يتم تسليم الجهاز 8 جهاز 8 نعم سيدي تمام هو بعد الاجراءات نعم سيدي هو بعد هم تاخذون الاجراءات كم سياره اليوم حجزتوا مظلله سيدي خلال تواجدنا الميدان من الساعة 6 مساء لحد هذه الساعة سيدي تقريبا 4 سيارات أو 5 5 سيارات نعم سيدي تمام كملوا إجراءاتكم أي سيارة هيك مظللة وما بيها تخويل وكذا وهذه فورا للحجز تمام سيدي تمام حبيبي والمشكلة هسه السيارة مثلا حتى الجامة الشخصية حتى الجامة الأمامية مظللها يعني ما أعرف شنو المصيبة هذه والله العظيم تعال بالله تعالي جاي خذها خذها السيارة كلها طبعا الجامة الأمامية مظللة الفوق مظللة جانب مظللة هذه مظللة تمام فكلها مظللة السيارة وبالتالي راح يتم اقتيادها الى الحجز لاتخاذ الاجراءات القانونية